انا عرفت ان حمزه ما شاء الله في مدرسه في اسكندريه. حمزه نفسك تطلع ايه بقى لما تكبر؟ ضابط جيش حربيه. بتحب والدك يعني عشان كان ضابط حربيه فنفسك تطلع زيه ان شاء الله. حمزه بيدرس في اسكندريه. انا عايز اقول لحضرتك هو كان معايا مقيم في اسماعيليه، وبعدين جات له منحه من سياده اللي هو اسماعيل عبد الغفار يكمل دراسته في المدرسه الدوليه التابعه للاكاديميه البحريه، فنقلته مع اختي، مقيم مع اختي الكبيره وبيدرس هناك. المدرسه نظامها انترناشونال يعني مش ناشونال، فهو قبل ما يقبل المنحه يعني برغم انه كان من سنتين يمكن لسه خمسه او سته ابتدائي، قبل ما يوافق على المنحه اصر الاول يتاكد هل الكليه الحربيه بتاخد تنسيق المدارس الانترناشونال الدوليه ولا لا، علشان ما يجيش يدرس ويكمل دراسته سنين وبعد كده يتفاجئ ان الكليه الحربيه. انا ليا اخويا ضابط بالقوات المسلحه داخل الكليه الحربيه، فسالناه وتاكدنا تماما علشان ما يجازفش ويجي في الاخر حلمه الاساسي يضيع. لا ان شاء الله الحمد لله يعني يا رب الحمد لله ان شاء الله. قولي لي بقى عليا بتحبي ايه لما هواياتك ايه غير الكوره؟ عرفت انك لعيبه جامده قوي في المدرسه، بتحبي ايه تاني؟ الرسم. ترسمي حلو؟ طيب عايزينك لما تيجي ان شاء الله لما برسم رسمه حلوه قوي بروح اقررها لماما. وبتديكي حاجه حلوه عليها؟ هي اصلا يعني لما ببقى زعلانه منها في حاجه وعايزه تصالحني ما بتعرفش تيجي تكلمني كده، الاقيها جابت قصه ورقه ورسمت فيها رسمه وبحبك يا ماما وقلب وما تزعليش مني يا ماما، وقامت جايه مطبقه وحاطه لي وهي زعلانه مني، تقوم داخله الاوضه حاطه لي جنبي وماشيه وهي وتسيبها لي، افتحها بقى الاقي الكلام ده ما اقدرش بقى اقوم صالحاها. علي قول لي بقى تحب الماتشات؟ تحب الكوره؟ برافو عليك. مش قوي بس اهلاوي طبعا صح، تبقى سعيد لما الاهلي بيكسب. برافو عليك يا علي.